السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. الجزء المتبقي في النهار هو الجزء المحرر، وهنبدأ في الأوكراين بإذن الله تعالى. وإذا النهار خلاص انتهى برضه اللي يبقى أي حاجة والأمور النهاردة هنتكلم على أول موضوع بدأناه المرة اللي فاتت، أبروفايلز سبايز الشيء أوف ذا هنبدأ كأول حاجة الحاجات اللي هتزود لنا السكال سيركمبرنس اللي هي أسباب الماكرو كرينيوم. ماكرو كرينيوم معناها زي ما هو موجود عند حضراتكم في الورق ان السكال سيركمفرنس اللي هو محيط الراس بتاع الصوت اكتر من ماكرو كرينيوم. معناها ان السكال سيركمفرنس بتاع البطن اكتر من بلاد سكوب ستاندرد ديفيشن سكور او اكثر من 5% برسنتايل. وقلنا ان هو اللي فاتت يعني ايه برسنتايل ويعني ايه ستاندرد ديفيشن سكور والقصه كلها في النهايه اخر المحاضره اللي فاتت. طيب الكلام ده اللي بيقولوا لي اخر سنه سؤال سؤال ولطفل مثلا عمره قد كذا والسكاسر كونفرنس قد كذا عارف اللي هو نورمال سكابسل كونفرنس في هذا التوقيت عشان خدته في البلس اند بلس. وقلنا فيه ان السكابسل كونفرنس بتاعت الولاده بيبقى 35 سم هو هيوقف الحطاط معروفه السكابسل كونفرنس بالنسبه له. بعد كده يصل الى 42 سم عند عمر 6 شهور، بعد كده 46 سم عند عمر سنه، 49 سم عند عمر كام؟ 3 سنوات، بعد كده من 3 سنين لسبعه بيزيد نص سم كل سنه، من 7 سنين ل 12 سنه ربع سم كل سنه. طيب هنا بالنسبه لي بقى لو جبت واحد السكال سيركمفرنس اكثر من المتوقع بالنسبه لعمره افكر في ايه؟ اول احتمال ان يكون البون فيها هي اللي حجمها كبير. الاحتمال الثاني يكون الحاجات اللي هي انتراكرينيال هي اللي زودت حجم الاسكال. حاجات انتراكرينيال زادت فزودت السايز اوف ذا سكال. اول حاجه نمسك البون. بالنسبه لنا لو بصينا دي البلاك بون اوف ذا سكال وجيت رسمناها كده الكالبون والتسجيل عبارة عن ايه؟ عبارة عن كورتكس اوتر وهنا كورتكس وفي النص في عندنا مين؟ المضاد. انا عندنا الاوتر كورتكس بعد كده الانر كورتكس وفي النص عندنا
علم الأمر. طيب الأم هي حدثها إزاي عشان تتقبل أول حاجة احتمال إن المضادة هي اللي وزعت المضادة اللي كانت هي اللي وزعت. تخيل بقى لو المضادة دي كحي أو سبيس وزعت الأوتر كورتكس اللي هتتزق لبره وهما يقدرش يشوف الإنر كورتكس. ليه؟ لأن الإنر كورتكس تحتيها البرين هيزق الأوتر كورتكس فين؟ لبره. لما يزق الأوتر كورتكس لبره السكابس الأفرنس إيه؟ يزيد. خدنا الكلام ده فين؟ في العيال اللي عندهم كرونيك هيمولينتك أنيميا في الهيماتولوجي قلنا عندهم الهومر وشغال قد النورمال 8 مرات فيحصل وايدنينج اوف ذا ميدالر سبيس في كل البونز من ضمنهم البلاك هول اوف ذا سكال فهي كانوا بيعتبروها ايه؟ السكال سيركمفرنس. النقطة الثانية ممكن يكون المشكلة هنا فين؟ في الكورتكس. الكورتكس دي هي التحكمها ثابت او تكنيك يبقى السبب الثاني مش في المضافه لا الكورتكس هي اللي حجمها ثابت. طب الكورتكس دي عباره عن ايه؟ احنا مش عايزين نحفظ مجرد المسميات اللي عندكم. الكورتكس دي عباره عن ايه؟ عباره عن حاجتين. أول حاجة من الرباط قلنا الكلام ده فيه الريكتس وبروتين بارت اللي هو أوستيوزي تيشو يبقى عبارة عن من الرباط وبروتين بارت اللي هو مين؟ الأوستيويد تيشو. طيب قلنا عندنا كلام ده قلناه مع بعض في الريكتس ان الكالسيوم فوسفين هو ده المينرال بارت كالسيوم فوسفين. طيب وقلنا ان ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا الكالسيوم الموجود داخل البون ده بيعمل انهبيشن للاكسس اوستيو تيشو ايه؟ ديبوزيتس. الكالسيوم الموجود داخل البون بيعمل انهبيشن للاكسس ايه؟ اوستيويد تيشو ديبوزيت. طيب خلينا بقى نفكر ازاي الكورتكس هتدخل. الكورتكس عشان تدخل يا اما المشكله ان البروتين هو اللي زاد تكنت عشان زياده في الاوستيويد تيشو. طب الاستيرو تيشو دي زادت ليه؟ زادت عشان الكالسيوم ايه؟ عشان الكالسيوم قل. طيب الكلام ده هنلاحظه فين؟ اول حاجه في الاطفال اللي عندهم ايه؟ ريكتس. لو في طفل عندنا عنده ريكتس الكالسيوم داخل البول قل النتيجه الاستيرو تيشو دي بوسط كان بيعمل لنا فرانتال بوسنج وفرانتال ايه؟ بوسنج وكان بيكبر لي السكال سيركمفرنس. حصل ما حصلش؟ طيب الاحتمال الثاني ان الكالسيوم قل عشان الفوسفيت هي اللي زادت برايمري هايبر فوسفاتيميا. الفوسفيت هي اللي زادت. واحد يقول ازاي الكلام ده هيتم؟ خلي بالك قلنا في الريكتس ان احنا عندنا حاجه اسمها ريشيو كده كالسيوم في الفوسفيت يساوي فيكس نمبر. هذا الفيكس نمبر لا يزيد عن 25 40 حاجه سميناها فورمولا ان السيرو كالسيوم
في السيرة الصيف يديني رقم نورمال حوالي 40، بس ما يزيدش عن كام؟ 45. طيب الكلام ده لازم الجسم يحافظ على هذه المعادلة، والا لو ما حافظناش عليها الكالسيوم والفوسفورس داخل الدم بتاعنا هيتفاعلوا مع بعض، يبدا يتكون عندنا هيستول داخل الباسمر فلويد، ودي طبعا لن يكون. طيب النتيجه عشان احافظ على هذا الرقم ثابت، يبقى لو الفوسفين عالي لابد ان الكالسيوم يقل، الفوسفين لو عالي لابد الكالسيوم يقل، والعكس لو الكالسيوم زاد لابد الفوسفين تقل. وسبحان الله لما نيجي نشوف في الهرمونال كنترولينج سيستم هنلاقي الحاجات اللي بترفع الكالسيوم بتقلل الفوسفين، والعكس الحاجات اللي ترفع الفوسفين تقلل مين؟ الكالسيوم، لانه كله بيشتغل في نطاق واحد ان هو عايز يحافظ على الهرمونال فورمولا اللي هي الكالسيوم والفوسفين يساوي الثابت حوالي 40. ليه؟ عشان ما يحصلش انترا باسكولار كالسيفيكيشن. طيب جبنا بقى الناس اللي عندهم هايبر فوسفاتيميا، في التبعيه هيبقى معاهم هايبو كالسيميا، الكالسيوم هيقل، لما الكالسيوم يقل هيحصل اكسس فوسفيت تيشو، عشان الناس لما طلع من اسباب انكريز الستارسر كامفرس هايبر فوسفاتيميا، انت فاهم ازاي الهايبر فوسفاتيميا زودت مين؟ الستارسر كامفرس عن طريق ان هي زودت الاوستيرويد تيشو ريكوليبول، طب ايه علاقتها بالقصه ديت؟ عشان هي قللت الكالسيوم كومبوننت داخل المخ. طيب النقطه اللي بعد كده، احنا عندنا في مرض هناخده في البون ديزيز اسمه اوستيوجينيسيس امبرفكت، بيبقى في ديفكت في الميمرالستيشن اوف ذا بون الاوستيوجينيسيس امبرفكت، نتيجة إن مفيش كولاجين سبورت وأشياء أخرى نعرفها بالتفصيل لما ناخد البون ديزيز. لما تيجي عندي ديفكت في الميرالايزيشن أوف ذا بون، النتيجة هيبقى يقابلوا كومبنسيشن في زيادة فين؟ في البوستيريور تيشو داخل البون، فيزود البون ثيكنس، فيبدأ رأس الولد ده تلاقيها أكبر من الطبيعي. بعد كده المشكلة الثانية ممكن يكون ان المينرال بارت داخل البون هو اللي زاد. لو المينراليزيشن اوف ذا بون زاد الثيكنس اوف ذا بون هيزيد. هذا الكلام هناخده برضه في مرض البون ديزيز اسمه ماربل بون ديزيز او اوستيو بيتروز. العيال دول عندهم الاوستيو بلاست قليلة. أدام الأوستيوبلاست قليلة يبقى الأوستيوبلاست اللي بترمي في البون كالسيوم فوسفيت، والأوستيوبلاست ما تطلعش. كم الكالسيوم والفوسفيت داخل البون دمه إيه؟ كتير. يبقى هنا قاعدين نرمي في البون كالسيوم فوسفيت عن طريق الأوستيوبلاست، والأوستيوبلاست ما بتشيلش إيه؟ الزيادة. كم الكالسيوم والفوسفيت داخل البون إيه؟ هيزيد، فبنلاقي العظمة بتدخل كورتيكال بارت مش كمدبري ولا بروتين ولا كلام ده، المينرال بارت هو الايه؟ اللي زاد. لذلك الناس اللي عندهم مارك بون ديزيز بيبقى عندهم سكالسر كونفرنس كبير. السبب الاخير ممكن الراس كبيره لان العيله كلها بهذا الشكل فاميليا كروز. كل العيله راسهم كبيره تبقى الواد طالع لاهله تمام ما فيهاش مشاكل فاميليا كروز، بس الفاميليا الجوزة بيقولوا اكل ايه؟ اكل سبب. يبقى هنا اول حاجه تزود السكالز كونفرنس ان المشكله في البون مدار السبيس وسع زي الكرونيك هيموليتيك انيميا، الكورتكس زادت زادت ليه؟ بروتين زياده زي حالات الريكتس زي حالات الاوستيوجينيسيس امبرفكتا والبرايمري هايبر ايه؟ فوسفاتيميا. يا اما المينرال بارت زاد زي حالات الاوستيوبيتروزس او الماربل بون ديزيز، السبب الاخير فاميليا كوز بحيث ربنا العيله كلها بهذا الشكل. في مشاكل؟ سهله
مشكلة الانتراكرين نشوف كده مع بعضين. السبب الثاني ان حالات الايكوندروبليزيا
وجدوا ان ممكن النمبر او السايز اوف ذا برين سيل بيبقى عندهم ايه؟ زياده. ممكن النمبر او السايز اوف ذا برين سيل زياده. لكن الام سي يو دي اللي هي الهيماتيك سيرم يورين ديزيز والجلاكتوزيميا دول بيبقى معاهم مايكروكيتاني. فدول مكتوبين غلط في المذكره، ان هذا الكلام كان اصلا في النسخه القديمه من الكتاب السابق. تمام، الحمد لله كانت من النسخه الجديده. الكلام واضح يا شبوه اذا سمحتوا ان هم غلط. الكلام واضح كده؟ المثل سيرة بالديزيز وعندك الكاركتو سيرة. طيب بعد كده عندك حاجه اسمها هاي دراينج كيتري. يعني ايه هاي دراينج كيتري؟ الولد عنده السيريبرال هيمسفير شمال ويمين مش موجودين، لكن ما بالهم تو ساكس اوف فلويد. يعني الولد عنده ما فيش في الرايت ولا سيريبرال هيمسفير، وبالتالي استبدلوا ب تو ساكس اوف فلويد. الولد ده بينزل راسه كبيره جدا وغالبا ما بينزلش جوه الباشاينا، بيتولد باي ايه؟ سيزيريان سكشن، ما اعرفش يعدي. ولما الولد ده بينزل بيعيش يا دوب ساعات قليله ويموت. عارف ليه؟ لان هو عايش على مستوى البرين ستيم. السيريبرال هيمسفير كيسين ميه، وهو عايش على مستوى البرين ستيم، الهارت واللنج شغالين لحد ما يتوقفوا لوحديهم والولد يموت في اليوم الاول او اليوم الثاني بعد الولاده. ده بيسموهم ايه؟ هاي براني كيفالي. هاي براني كيفالي. الفورين كيفالي اتشكل عليكم ومش اي لازمه. فورين كيفالي. ماشي؟ طيب. من الحاجات اللي زودها الكتاب كلمه واحده اللي هو سب يورال ديفيوجن او سب يورال هيموريج. لو واحد عنده سب يورال ديفيوجن او سب يورال هيموريج اوف سم تايم ممكن في الحاله دي الاقي الاستاذ سيركمفرنس عنده ايه؟ كبير. انا في رايي الشخصي ده اضافه ليس لها اي قيمه في الموضوع. واحد يقول لي ليه؟ خلي بالك. الصاب يورال ديفيوجن او صاب يورال هيموريج بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي بارشال اوبستراكشن في الديورال سبيس. يعني بالنهايه هيقلل الابسوربشن بتاع السي اس اف، وبالنهايه هيعمل ايه؟ هايدرو كيبرس. فصفصفه ليست لها علاقه بالموضوع. زي واحد يقول رقاصه واضاف ان هي بترقص انها ستيل فانكشنال. الكلام واضح؟ يبقى هنا ليه بيقول صاب يورال ديفيوجن او صاب يورال هيموريج؟ لان معظم الايديتورز بيتكلموا على السبكونشس ليفل وما عندهمش امكانيات ان هم ازاي يكتبوا كتاب صح. كلام واضح؟ فهنا جاب سطورة الكوشة فكان الدار الحته اللي خالص. فسطورة الكاميرا مش سطورة الكوشة ما هو بيعمل حاجه ايه؟ هاي بروفيشنس. كلام واضح؟ طيب. يبقى على الكلام الصح اللي هو هاي بروفيشنس يا هاي دراينج كيتري هامل يعني سهله كده. قلنا كده اسباب انكريز في سكال سيركمفرنس. بعد كده مرحله عمريه انت عارفها. مثلا سي يقول لك مثلا ولد عنده، خلي بالك
عند 1 year المفروض الستارت كونفرنس كام؟ 46 سم. كويس كده؟ هيجي يقول لك الورق عنده كام؟ والستارت كونفرنس بتاعه 40 سم. مش هيقول اكتر من كده. تحتيها النيوميريت كوزز وبعد كده discuss how to differentiate الأسباب دي من بعضها و discuss how to diagnose one of each of them. طيب إزاي أجاوب سؤال زي كده؟ جاي لي هنا لسه أقول يا دكتور هو إيه يعني الكورينج كيرف؟ الكورينج كيرف لسه قايل هو لاني من عليكم خالص، مش عايزين يعني نشغل دماغنا بأشياء مش محتاجة كفاية أوي النعيم. طيب هنا بتتمنى الاسكالس الكامبرس 40 سنتي والورق عنده كام؟ عنده سنة. يبقى هنا الاسكالس الكامبرس قليل ولا مش قليل؟ قليل. هنا عشان اقول الاسكالس الكامبرس قليل يبقى اقل من ماينس 2 ستاندرد ديفيشن او اقل من الثيرد برسنتايل، يبقى اقل من ماينس 2 ستاندرد ديفيشن او اقل من الثيرد ايه؟ percentile. وخدنا يعني ايه standard deviation مع ايه percentile ده كانت محاضرة اللي فاتت. طيب افكر في ايه؟ اول احتمال ان الولد ده راسه صغيرة عشان الحشو قليل. هو ايه الحشو اللي هو البرين صغير؟ دي بسميها ايه؟ microcephaly او microcephaly. ده المايكرو سيفل او مايكرو كيفل. مايكرو كيفل معناها ان الشخص الكفره الصغيره عشان المخ حجمه ايه؟ صغير. طيب طب الحجم بتاع المخ والصدر ليه؟ هتكتبوا كم اسباب المايكرو كيفن عشان ما تقولوا
الفوهات في الخارج ان اسباب المايكروفيتري زي هي نفسها اسباب السيريبرال بولسي. كل الحاجات اللي هتعمل سيريبرال بولسي هتعمل ايه؟ مايكروفيتري. اي سبب هيعمل سيريبرال بولسي ممكن يعمل ايه؟ مايكروفيتري. احنا بنقول السيريبرال بولسي باللغه العربيه شلل في الدماغ او ضمور في المخ. يبقى حجم الضمور يعني حجم الدماغ ايه؟ هيبقى صغير. يبقى عندنا ايه؟ مايكروفيتري. طيب اي حاجه هتعمل في السي في هتعمل مايكروفيتري. بنضيف عليهم ثلاثه اشياء. لما نضيف الثلاث اشياء دول على اسباب السيريبرال بولسي انتي نيتال نيتال بوست نيتال يبقى هتكتب انتي نيتال نيتال بوست نيتال زي مين؟ مفيش حاجه في العلم اسمها ان انا اسمع الوجع خالص. تمام؟ الشيء اللي انت لا تجتهد وليس لك اي حق ان انت تجتهد حتى في تشكيل اي كلمه مش ان انت تغيرها. تشكيلها هو القران. كلام واضح؟ لكن اي شيء اكتب بدماغك. تمام كده؟ احنا اسباب السيريبرال بولسي قولها كما هي انتي نيتال نيتال بوست نيتال كلها انتي نيتال. من اول الولد اتعرض لهيبوكسيا، الولد اتعرض للراديشن، الولد اتعرض للدراجز، الولد كان عنده سيريبرال مالفورميشن، في امور بيقرر بيتابلت، كل الحاجات اللي احنا ايه؟ قلناها. انت الولد كان جاله بيرس تروما او الولد اتعرض الى بيرس اسفيكسيا، بوست نيتال جاله بوست مينينجايتس، انكيفالايتس، هايبوكسيا، كل الحاجات اللي احنا قلناها جاله كيرميكروس اللي هو بدروب الانكيفالوكس، كل الحاجات اللي احنا قلناها فين؟ في السي في. أضيف عليهم ثلاثة أشياء. أول حاجة فاميليا. في عائلات رقم طلع صغير. تمام؟ مايكرو كيفري. زي ما في ناس عندها أكوستيك في ناس عندها مايكرو كيفري. النقطة الثانية الكروموسومال ديسوردرز. معاهم مايكرو كيفري. كروموسومال ديسوردرز. طبعا كتاب الاسم كاتب حاجات مالهاش علاقه بمنهجكم، لكن اكتب كروموسومال ديسوردر اللي عندك. ما انت ربنا بيديك كروموسومال ديسوردر كتيره في منهجك اكتبها. عندي داون سيندروم، عندي ترايزمي 13، عندي ترايزمي 18، عندي كريدو شار، عندي انتي مونجوليزم، كل دول عندهم ايه؟ مايكرو ايفري. ماشي كده؟ طيب يبقى كروموسومال ايه؟ ديسوردر. الحاجة اللي بعد كده اللي هو فيتال الكحول سيندروم. واحد يقول قابلت بتقول هذا الكلام ليه؟ هو احنا عندنا كحوليات في مصر للأسف احنا هذا الكلام بدأ يظهر عندنا مرة ثانية بعد ما انتهى من بعد الثورة، لكن بدأ يظهر في بلدنا مرة ثانية. بقى في إباحية في أمور وفي الأماكن العامة، وإذا منكم مش المباني هيجد في بعض الأماكن المحلات موجودة وتراعي الناس عيانا بيانا ببجاحة وبلا أي اعتذار لأي أصول دينية في هذا البلد. الكلام واضح؟ تمام؟ وللأسف الناس اللي بتشرحها الطبقة الراقية الحمد لله ربنا يعافيك ما تشربش مستشفى محترمة وتشوف وسط الكحوليكس والملابس السوداء دي كلها. فبالنسبة لنا الفيتا الكحول ليه الام بتشرب كحوليات؟ تقول لك مش احسن ما شم احسن من كذا، قال لي ايه؟ تضربها ازازه بيره تزود الناس الغلابه، ازازه وزني وانواعها للناس اللي هو مبسوطين شويه، او كل واحد بياخد الكحول على حسب ايه؟ امكانيات. كله ثقه بيوصل للولد يدمر الدماغ تماما. والفيتا السوداء ان الست الحامل من دول بتفكر ان الكحوليات بتقلل الفوميتنج اللي عندها، بتبلع عليها اكل عشان تاكل بيها كويس هيخرج. ايا كان السبب فهي هتجد زي مبرر اللي يحصل هي تتكيف مش جوه يتكيف بسهوله اللي الابريك بتاعه يدمر تماما انتراكتيف. فالراجل ينزل عنده مين؟ مايكرو كيفر. Thank you.
طيب هنا جاي السؤال، الكل سوبر مايكرو كيتال ايه الحاجات اللي بتعمل وايد اوبن كونتينر انتراكرينيال فورس؟ الحاجات الانتراكرينيال اللي بتعمل وايد اوبن كونتينر يعني ايه اكتر من البيرت ايه دايمنشن، اكتر من البيرت دايمنشن ايه الانتيرو كونتينر؟ وانا قلت السؤال اللي نزل في الامتحان ولا سنه والانتيرو كونتينر عنده 5 سم، ايه الاسباب على انتراكرينيال فورس؟ السوشيال اللي هي في اللاين اوف بتاع الحيوان. طيب
طيب هو السوشيال بيحصل له كروس ازاي؟ جاي هنا في المايكرو كده، هل الكونتينينت السوشيال كده انزايم ولا هل ده نورمال؟ غالبا بيحصل ده ايه؟ غالبا بيحصل فيها ده ايه؟ كروشر. غالبا ده ايه؟ كروشر. طيب هنا بقى بالنسبه لنا السوشيال يكبر، المهم بتكبر كده السوشيال ازاي؟ ده مين يا اولاد اللي انا بشاور عليه بقى؟ كورونا. الكورونا السوشيال بيكبر بالسكاب في هذا اللاين. اللاين ده ايه؟ كذلك الى انتروبوسيل بيكبر السكال انتروبوسيل. لكن السبيشال سوتشر بيكبر علاجاً هو والميتوبيك سوتشر كل واحد في مكانه. السهم ده هو اتجاه الجراف خلال هذا السوشيال. تخيل بقى ايه اللي ممكن يحصل مع الكرينيوستينوزيس. الكرينيوستينوزيس نفترض ان الساجد السوشيال حصل له كلوجر. لو الساجد السوشيال حصل له كلوجر الراس هتكبر بالعرض. تكبر بالعرض. وما تكبر بايه؟ بالطول بس، ما تكبرش بالعرض، تكبر بايه؟ بالطول. لما تكبر بالطول تلاقي الراس مطوله. ده بيسموها دوليكو كيفالي، بيسموها ايه؟ دوليكو كيفالي او سكابو كيفالي، بيسموها ايه؟ دوليكو كيفالي او سكابو كيفالي. يبقى سبب الدوليكو كيفالي او سكابو كيفالي ايه؟ بري منشور كلوجر اوف ذا ايه؟ طيب تخيل واحد عنده الكورونا على ناحيتين الأفل. لو الكورونا على ناحيتين الأفل الراس هتكبر بطول. والله كل حاجة عندكم بس خلوكم معايا. الكورونا على ناحيتين الأفل الراس هتكبر بطول ولا بالعرض؟ ها؟ لا قلت بعديش زي المين سوشر دولات فاشل الان كروب دول المين سوشر. طيب ايه الراس هتكبر بطول ولا بالعرض اكتر؟ بالعرض. فتبص الراس على تكبر لكام كده؟ لكن الانتروبوستيريور بلين لكنها بطاطا بيسموها براكي كيفالي. يبقى براكي كيفالي بيحصل نتيجه بايلاترال، خلي بالك بايلاترال كلوجر اوف ذا ايه؟ كورونا سوشر. طيب تخيل واحد بقى عنده الازم. الكورونا سوشر اتقفل من ناحيه. انا عايز ابصوا بالله عليكم على رسمه كل حاجه عندكم. او اللامبايت سوشر اتقفل من ناحيه واحده. كويس كده؟ الأول اتنين معاك. إيه اللي هيحصل من ناحية دي؟ الفردة من الناحية دي ما بيحصلش كروس. الناحية التانية راسها على إيه؟ تكبر. فتلاقي صاحبنا كده بقى راسه إيه؟ معقول. واخد كيرف. شكلها كيرف منفصل. واخد كيرف كده دلوقتي كيرف وراسه كده لجنب. حتة صغيرة وبتاجي مقلوبة. وشه يبص لجنب كده. وشه مقلوب. ده بيسموها ايه؟ حاجة
المشكلة في الكورونا أن تضحي قدام الورق قدام مرات معروفة من قدام كده محسوبة من قدام لكن ورا عندك فده بيسموه أنتيجو تليجو كده لكن لو سببوا كورونا آسف لقيت يحورها بس غير منفصلة بسميها بوستيرو تليجو كده يبقى البليجو كده يعني أنتيجو يا إيه؟ بص الأنتيجو نتيجة توني مثلا خروجة الكورونا البليجو نتيجة توني مثلا خروجة لمين؟ للمبايت سوشيال أنا عارف يا موضوع رحمة أو يعني تمام إيه؟ طبعا المنهج لازم تتقال بعد كده في واحد بقى ممكن الاقي من التوبيك سوشيال هو اللي بقى تخيل ان التوبيك سوشيال مكتوب الفيروس ده مكتوب يبقى الحته دي الوزاره دي ما بتكبرش كل واحد يكبر ما عدا دي تيجي تشوف صاحبنا ده بعدين تنيمه كده تلاقي الراس من قدام صغيره وراها عريضه بقى عامله زي المثلث يسموها ترينجولو كيفالي او ده الهرم ترينجولو مين كيفالي فايت من قدام ومن تحت ايه عريضه اللي بتكبر من ورا وقدام ايه ما بتكبرش يسموها ترينجولو كيفالي ما تحسش على راسه ترينجولو مين كيفالي الراس من قدام ما بتكبرش لكن بقيتها ايه بيكبر اصبحت زي المثلث يسموها ترينجولو مين كيفالي في حاجة عندنا اسمها أكرو كيفر أكرو كيفر يتجي أرسل زي الطربوش نوع طربوش طربوش طربيش هذا بقى حط طربوش بقى طربوش عالي كده هنا بقى بيحصل إيه السوشة تقفل في اللاترة الباب بس تقفل فين في اللاترة الباب بس اللاترة الباب تقفل لكن السنتر المفتوحين اللي يحصل أطلق لفوق 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 اللي يحصل حفة ده نصف كده ويبقى كده من حاجة عالية فأنا وصلتكم مش حتى ده تتحاس شكلهم ده شكل عامل كده في الصدر مع المبالغة شوية السوشيال يعني كله علاج جراحي فقط لا غير الاضرار
الموضوع الثاني mental retardation. بالظبط كده، فلتر الضغط النقطة دي، لأن أنا لا نسأل ولا نفكر،
mental affection. كويس؟ إن إحنا ما نفكرش في الحاجات اللي حوالينا. يعني أنت مثلا ماشي في الشارع شفت أي حاجة المفروض تسأل إيه اللي حصل؟ إيه سبب هذه الظاهرة؟ إيه اللي عمل كده؟ تمام؟ واحد صاحبك مقابلك طبقت عليه ما ردش عليه. لو طولت هذا الوضع المرة اللي أنت تطرد أذنب أو أذنب كان. كويس؟ لكن إحنا بالنسبة لنا لو قلتها كان لازم تسأله هو ما ردش عليا ليه؟ فكيف أنا أتعامل؟ رحت أرن على الحاجة. تمام كده؟ مجالس هو مش واخد باله. مجالس الراجل ده في عنده غموض، الراجل ده كذا. بدأت أدي مسببات للفرنشال دايكوزس مين؟ للمعنى. النقطة الثانية من أدابتيف سوشيال بيهيفير. من أدابتيف سوشيال بيهيفير اختلاطك بالآخرين وعلاقتك بالآخرين. بمعنى إن علاقاتك الاجتماعية بتحكم على مستوى ذكائك. الشخص اللي هو سوشيال ديسوشيتد عنده سام سورت اوف منتال ريتارديشن اللي هو عايش لوحده مش علاقه بالناس اضر. كويس؟ لازم تتعامل مع الناس وكل واحد حسب مستواه ومخاطبه حسب الواقع بتاعه. يعني مثلا يدخل عليا واحد بسيط اقدر اتعامل معاه ازاي؟ واحد كذا اتعامل معاه ازاي؟ يعني كل مقام له مقال. ده ما يعنيه اللي هو السوشيو ادابتيف بيهيفير. ما يعني نفهم هذا الكلام اللي هو الديربت اوف انتليجنس قد يكون في طريقه التفكير، قد يكون في الذاكره، قد يكون في تفسير الاشياء اللي قدامك، قد يكون في السوشيو ادابتيف بيهيفير وتمر اشياء كثيره جدا تحت هذا المسمى. طيب ما اسباب المنتال ريتارديشن؟ أسباب المنتال ريتارديشن برضو في مجملها يا آل حسن الاعتنام. كويس؟ مجمل أسباب المنتال ريتارديشن هي الآتي. هي برضو نفس أسباب السيريبرال بوكسي. كل الحاجات اللي بتعمل لي سيريبرال بوكسي هتعمل منتال إيه؟ ريتارديشن. المنتال ريتارديشن هي نفس أسباب السيريبرال بوكسي بس بنضيف عليهم الآتي. أول حاجة environmental causes. Environmental causes هي the most common cause of mental retardation in all countries. Environmental عوامل بيئية. كويس؟ social culture بمعنى إيه؟ The weather is an excellent a child. لكن المشكلة لا يجد من يعلمه. الولد كويس أوي، ربنا خلقه دماغه حلوة جدا. لكن هو عايش في أسرة، هذه الأسرة dissociated from the community. هو سايبين لوحده، ما بيكلموش، وده معظمهم المشكلة غياب الأم والأب عن الطفل لفترات طويلة. بتشوف كتير جدا من الآباء والأمهات بيدور الصبح يروح شغلهم ويكتبوا على حياة الصبح، تمام؟ أدي أكلك وأدي شربك وأدي بتاعك مع نفسك مع نفسك. الولد قاعد مش حد يعلمه، مش حد يكلمه، هتقول له ده ايه؟ مش حد يعمل له كذا. فيجي لما تقارنه باقرانه التانيين يبقى مش عارف حاجه. هل معنى ذلك المنتال ريتاردد؟ نو. السوشيال ديسوشيتد. فهنا سببه انفيرومنتال ايه؟ انفيرومنتال فاكتور. زي ما يكون طالب كويس جدا لكن محطوط في الكلاس المدرسين اللي بيدخلوه ما بيعلموش، ما بيشرحوش. وهو امكانياته ما تسمعش ان هو مثلا ياخد برايفت تيتشنج زي ما بيحصل. ايه اللي يحصل؟ هو هيبقى اقل من اقرانه. هل هو عشان المشكله فيه؟ لا، المشكله ان الانفايرمنت اللي حواليه ما كانش متاح ان هو يبقى ويل تريند، فبالتالي يحصل ان هو يبقى اقل من زملائه بالرغم ان الاي كيو قد يكون احسن من زملائه، لكن لم تتاح له فرصه التعلم واكتساب الخبرات. فهنا المشكله تحصل في الأطفال اللي هم ديسوشيتد من الكوميونتي عن طريق الفاميلي. ما حدش بيكلمهم، ما حدش بيعملهم، وبالتالي بيتخلفوا عن أقرانهم. طيب ده يتلاحق؟ أيوه يتلاحق. مجرد ما صلحت هذه العوامل بيرجع كأن شيئا لم يكن. This is the environmental cause وده الموست كومن كوز اوف مينتال ريتارديشن وديورابل، بيرجع كأن شيئا لم يكن. السبب الثاني من الحاجات اللي بتعمل mental retardation مضافة إلى أسباب السيريبرال بوكسي
اللي هو post immunization أو post vaccination. هناخد في الفاكسينيشن فاكسين اسمه تي بي تي الديريا بيرتاسس التترس، وهنعرف ان عندنا مشكلة البيرتاسس فاكسين مشكلته ان بيعمل في كثير من الأطفال post immunization انتيكالوكسي خاصة لو داخل بعد 6 سنوات، فدي مصيبة سودة لو جابوا انتيكالوكسي اوتو يوم انتيكالوكسي ممكن بعد كده تؤدي بيه الى منتر ايه mental affection حسب الديجري اوف ايه انتيكالوكسي. يبقى هنا البوست immunization والانفيرومنتال كوزز تمام، بالاضافه للكروموسومه. يبقى كم حاجه ضفناهم على اسباب السي في هنا؟ 3 انفيرومنتال بوست immunization بالاضافه لمين؟ للكروموسومه. 3 انفيرومنتال بوست immunization والكروموسومه. بعد كده بقيت الاسباب اللي مكتوبه عندك هي نفس اسباب السيريبرال بولسي، سواء انت نيتال او بوست نيتال. في النهايه ممكن تعمل منتال ايه؟ ريتارديشن، ولا اقولهم هي نفس الحاجات التانية. طيب الكتاب بقى زود ايه؟ استاذ الدكتور محمد الصاوي كاتب نص صفحه في الكتاب وهي بتبقى ان ان اكسلنت واي على هذا الكلام. الحق يرجع لاصحابه، لازم يتقال حق الكلام ده. كاتب ايه بقى؟ هاو تو بريفنت منتال ريتارديشن، هي how to prevent cerebral palsy. ازاي؟ ازاي امنع cerebral palsy وبالتالي امنع mental retardations؟ ما نفكر كده. antenatal يبقى لازم في good antenatal care، نتكلم بالتفصيل. good antenatal care بمعنى هو ايه اللي ممكن يؤثر على الطفل؟ drugs. يبقى ممنوع السيده الحامل تاخذ اي ادويه بدون استشاره الطبيب المعالج ليها، عشان يبقى دي حاجه نان تراتوجينيك. النقطه الثانيه الراديشن ممنوع ان هي تعمل اي اشاعات، كويس؟ او واقع اي حد بيعمل اشاعات غير الاشاعات ايه؟ التلفزيونيه. الحاجه اللي بعد كده اللي هو مين؟ الستورشن انفكشن. من اسباب السي دي ستورشن. يبقى الست الحامل ممنوع تختلط في اي حد تبرش او عنده اطفال ماسكين ايه؟ رعش. احنا شخصيا اي طبيبه بتكون بريفنت ممنوع توقف العلاج الخارجي على الاطلاق. ليه؟ عشان ما تتعرضش لحالات في مثل هذا الوضع. يبقى نمنع ريستورشن انفكشن عن طريق هذا الكلام. بلاش كده. احنا بنعمل للامهات اللي هم عندهم بريفيس هيستوري كروموسوما ديسوردر في اولادهم التانيين، بنعمل امنيوسينتيسيس او الكوريونيك بيلس بايوبسي اثناء الحمل. ليه؟ عشان لو اولادهم عندهم نفس الكروموسوم ديس اوردر نقدر نعمل لهم ايرلي ايه؟ ابورشن. يبقى كده منعت قصه المنتال ايه؟ ريتارديشن. بعد كده النيتال كوز. النيتال كوز لازم نمنع اسباب الاوستراكتيف بيبر تو افويد البيرسوتروما. يبقى ده برضه منعت المنتال ريتارديشن او يؤدي الى سيريبرال بولسي. بعد الولاده بوست نيتال لو في اي ميتابوليك ديسوردر لازم تتعالج، يعني واحد عنده هايبوكلاسيميا ولا عنده هايبوثيرميا ولا عنده سيبسس، كل ده لازم تتعالج صح. هايبوكلاسيميا اللي هي البوست نيتال. الواد عنده جوندس لازم تتعالج كويس عشان ما يجيلوش كلوبين ايه؟ انكيفالوكس. ولا عنده اسبيراتوري ديستريس لازم يتعالج عشان السيريبرال ايه؟ هيبوكسيا. تمام؟ الحاجات بقى اللي نسيت اقولها اللي هو انتوكرينا زي الهايبوثيروديزم. ايرلي ديتكشن اوف هايبوثيروديزم دلوقتي بدات تعملها في اول العيل ما ينزل بعد 3 ايام من ولادته ياخدوا منه عينه عشان يعملوا ثيرويد ايه؟ فانكشن. يبقى هنا ايرلي ديجنوز اند تريتمنت اوف هايبوثيرويد اللي هو سبب قوي جدا من اسباب الايه؟ المنتال ريتارديشن. ايرلي دايجنوزس بقيت الامبورني ايرور زي الكتوزيميا الانفلايند الكتوريا اللي انا خدتها، لو انا شكيت فيها اشخصها بدري اعالجه بدري الولد هيرجع كان شيئا لم يكن. يبقى هنا بريفنتيف ميديسن في المنتال ريتارديشن از ا هوبفول تريتمنت، بمعنى ان العيال لو كانوا منتال ريتارديشن صعب ارجعه، لكن اقدر امنع حدوث المنتال ريتارديشن ان انا اتفادى ايه؟ اسبابها. لكن وانس ان هي حصلت صعب قوي ان احنا ايه؟ نعالجها.
كلام واضح مفهوم. بعد كده الانفستيجيشن بتاعه المنتال ريتارديشن عشان اوصل للسبب بالاضافه للاي كيو اسسمنت. يبقى انفستيجيشن تو ريتش فرنت الاي ايتيولوجي بالاضافه للاي كيو اي اسسمنت. الكلام بتاع السنه بتاع الكتاب وصل بسهوله ولا صعب؟ وصل بسهوله ولا صعب؟ طيب بعد كده ال من الانفستيجيشن لازم اعمل كيو مستوى الذكاء بتاع العيل اخباره ايه؟ مستوى الذكاء العيل او الاي كيو الولد امتى اقول عليه منتلي ريتاردد؟ لو الاي كيو بتاعه يا اولاد اقل من 70، الاي كيو بتاعه اقل من كام؟ من 70. الناس النورمال 110 انت 120 فيما فوق كويس كده؟ طيب ايه المهم يعني؟ هنا بالنسبه لنا اقل من 70 او 70 يبقى فيها التلفش. تقسموا الناس الى مين؟ واحد قلق الاي كيو من 50 ل 70، من 50 ل 70 ده سموه مايلد تايب او بيقولوا عليه مورن فاين، وده بيتوكل ويقدر يتعلم بس مستوى التعليم بتاعه هيبقى مستوى التعليم يعني متواضع جدا، يعني ياخد ابتدائيه عربيه قريب كده يعني. الاي كيو عشان تعمله في مصر، في مصر هنا مش اقل من 23، هناك بره بيعملوه اقل من كده، يعملوه في اساس التعليم. تمام؟ بيتعمل ب 30 جنيه هنا في وحده التخاطب وبيطلع برضه. ماشي؟ يعني يبقى هنا الاي كيو لو من 50 ل 70 ده مايند اللي هو ده اللي بيكبر اللي احنا بنسميه مورن. المودريت من 35 ل 50، 35 ل 50 او احيانا بيسموه اي ام بي سي، اي ام بي سي كويس كده؟ اي ام بي سي مكتوبه تحت الجدول، المودريت مكتوبه تحت الجدول، المودريت يقول عليه اي ام بي سي. طيب وده جاست تريدبل يقدر يتعلم صنعه ويبقى زي الفل مفيش مشاكل، لكن ما اعرفش يقرا ولا ما يفكش الخط. طيب بعد كده السفير، السفير بقى اقل من 35 فدول بيقول عليهم ايديوت او لو ام بي سي. ايديوت ابلع، يعني الولد ده بقى لا يقرا ولا يكتب ولا يستطيع ان يتعلم اي صنعه، يعني ده منتلي هانديكابس، هانديكاب ما يقدرش لا يتعلم صنعه يشتغلها ولا يفك الخط ولا بتاع، ده ربنا يتولاه. تمام؟ وده اللي انت بتلاقيه في الشارع ماشي بقى بظروف صعبه جدا، بمعنى يعني مش دريان، جو ساعة جو حر، لابس هدوم وسخه مقطعه، ماشي قلع موت، مش عارف ايه، ما انتش دريان باي حاجه او مش دريان باي حاجه. تمام؟ الجزء بقى من اي بنينه اللي هو اقل من 20، الاقل من 20 ده بقى اللي هو حتى السكتير كنترول مش موجود. شوف ناس من دول ماشيين في الشوارع ممكن يقع في اي حته ويقضي حاجاته قدام الناس كلها مفيش مشاكل، وللاسف الشديد في مجتمعاتنا العاطفيه اللي فيها عادات يعني غريبه تجد ناس زي كده يعني يعتقدوا، يقول لك هذا ولي الله، ما اتخذ الله من ولي جاهل، لا اترككم في حاجه مالكش دعوه. اسمع انت ريتاردد ربنا مش مكلفه. يقلع نط يعمل في الشارع لا تنهار ولا لك دعوه بيه. لكن اوعى تعتقد ان في هذه الاشياء ويجي موت يعمل له بيان والناس تروح تتمسح فيه، ودي مصيبه سوداء. واخد بالك؟ ده مصيبه سوداء. يعني حاجه احنا بنتجدها في معادلة غريبة جدا. المهم ده اللي احنا بنسميه السيفير ايديوت، وده اصعب انواع المنتال ايه؟ ريتارديشن. طبعا مكتوب عندكم كراتيريا في المنتال ريتارديشن، مفيش اسمه كتير كنترول الموتور ديفلوبمنت مش عارف ايه الكلام العبيط اللي تحت دوت. علاج المنتال ريتارديشن هو زي السيريبرال بولسي بالظبط، لكن مش محتاجين ايه؟ في ريسيرش، بمعنى الولد محتاج سماعه نحط له سماعه، محتاج جلسات تخاطر عشان الكلام نديله جلسات تخاطر، محتاج يوصل وسائل تعليم.
تعليم مهني الى امر تأمين حسب الحالة بتاعت المنتال التحقيقية وتأهيله فيه. بعد المنتال التحقيقية الموضوع قاية الخطورة لوبي تيك. لوبي تيك. هنا محطات قصيرة. لوبي تيك موضوع الاتنام ويتكرر كثيراً في الامتحانات. لازم شديد يبقى في الكتاب نفس الكلام بس مستوى قذر اقل ما يوصل فيه. هنقول الكلام ده ليه؟ هنتكلم انا كراجل استاذ اطفال بقى في بركع وما طالب بيقدر يقدر الكلام ده يعمل ايه؟ يعني حاجه صعبه كده. لوبي بيبي نفس الكلام اللي في الكتاب هو نفس الكلام مختلف الكلام بس مكتوب بطريقه مبسطه. حد يقول انا يعني النص ده مش طبيعي. لازم الكلام يوصل بطريقه بسيطه وطريقه تربويه بحيث توصل المعلومه اللي احنا عايزينها. لوبي بيك. اكتب تصاله هام هام 3000 هام. سؤال رتم كثيرا ما يتكرر في اسئله الامتحان واللي معاه ضرب في اسئله الامتحان اللي بتكرر كتير قوي. لوبي بيبي عباره عن سيفير جنرالايز هايبوتونيا. ولد عنده سيفير جنرالايز هايبوتونيا رقم خالص. عشان اتكلم على لوبي بيبي هناك ثلاثه اسئله. السؤال الأول إزاي أعرف إن الولد اللي قدامي ده لوبي بيبي ولا لا؟ إيه اللي عرفني ده لوبي بيبي؟ عنده سيفير جنرالايز هايبوتونيا. السؤال الثاني إذا كان الولد لوبي يا ترى إيه أسباب اللوبي بيبي؟ هو إيه اللي خلى الولد ده يكره كده؟ إيه أسباب اللوبي بيبي؟ النقطة الثالثة approach to diagnosis ازاي اوصل الى السبب بقى. يبقى هنا ثلاث اسباب. هنتكلم على كام حاجه. ازاي اعرف ان الواد ده ايه؟ لوبي. النقطه الثانيه ايه اسباب اللوبي بيبي؟ بعد كده ازاي اوصل الى هذا السبب تحديدا؟ approach to diagnosis. اول حاجه امتى اقول ان الواد اللي قدامي ده لوبي بيبي؟ في عندنا اربع ساينز هيبقوا موجودين في العيلة عشان اقول ان الواد ده ايه؟ لوبي. اول حاجه مكتوبه عندكم شايفينها في الرسمه قدامكم. الولد كان نايم صباين على ظهره. شوف الواد اللي قدامكم كان نايم صباين على ظهره اللي هو بره المربع. نايم صباين على ظهره. جه الاكزامينر والواد نايم على ظهره وشده من ايديه. شده من ايه؟ من ايديه. لما شده من ايديه المفروض العيل بعد ثلاث شهور، الكلام ده للطفل بعد ايه؟ ثلاث شهور. يعمل نيك سبورت، الواد يصلب ايه؟ يصلب دماغه. يصلب رقبته. يشيل دماغه. هنا بقى شايفين الاكزامينر لما شد الولد لقيت راسه رجعت ايه؟ ورا دماغه النيك ماسل هايبوتونيك بركركه فراسه رجعت لورا بيسموها هيد لاج ساين. هيد لاج ساين. يبقى الهيد لاج ساين لما بعمل انديفيشن اوف ذا بيبي اون سوباين بوزيشن. خلي بالك السوباين ايه؟ بوزيشن. هيحصل دروب اوف ذا هيد باكوردز نتيجه هايبوتونيا في النيك ايه؟ ماسل. الصاين الثانية داخل المربع شايفين ايه؟ الاكزامينر شايل الولد من بطنه رفعه كده. الولد لما نشيله من بطنه رفعه كده عند اربع شهور بيعمل ايه؟ بيعمل اكستنشن اوف ذا باك واكستنشن اوف ذا نك. تلاقي الولد الطبيعي لما احطه على ايديا كده تلاقي
الولد راسه وترجع جدا. تمام في اكستنشن هذا الوقت عيني هنا هاي في اكستنشن اوف ذا نيك واكستنشن اوف ذا ايه اوف ذا باك. تمام طيب هنا ملاحظين ايه؟ الولد حاطينه الباك نص ضعيف هيفوكولي تلاقيه كيرف الباك ظهره ماوس نايم زي الاتين على ايه؟ سميه كيرف الباك اون فنترال سسبنشن اون فنترال ايه؟ سسبنشن. لما ارفع الولد على ايديا كده تلاقي الولد عنده كيرف الباك مش كده وبس. الولد لما اتحركه كده شايفين ايديهم رجليه بصوا في الصوره ايديهم رجليه سايبين كده تلاقي الوقت ايه؟ ايديهم رجليه بيتفرجحوا تانجن هاند اند فوت او ليكس. يبقى هنا لما تهزوا حتى تلاقي الوقت رجليه وايديه ايه؟ بيتفرجحوا في الوضع ده. طيب بلاش كده. الولد بتاعنا لما نهمه على ظهره الصوره دي مش عندكم وهعمل ايه؟ فليكشن واتراكشن اوف بوث لور ليم. فليكشن واتراكشن في بوث لور ليم. هو نايم على ايه؟ على ظهره. الوقت في فليكشن واتراكشن ضهر رجليه كده الوقت نايم على ظهره وانا سيبهم يقول الوقت فاتح ايه؟ رجليه. الولد اعمل فليكشن واتراكشن كده واضمهم على بعض واسيبهم يقول الوقت رجليه مفتوحه كده ومرميه على الجنان. بيسموها فروج ليج بوزيشن. عامله زي رجل الضباع تريح من الدم سموها فروج ايه؟ ليج بوزيشن. نتيجه فلوبنس اللي هو ايه؟ لم بلاش الولد لو شفته من تحت ضهره من تحت ضهره ورفعته لفوق كده انا قلت السنتر بتاع الجرافيتي بتاعنا ايه؟ انتيرو. تلاقي الواد عامل ازاي؟ خلي بالك راسه عامل عامله كده ناس الان راسه كده الكيرف لقدام راس الواد الكيرفي لقدام وايديه ورجليه تهزهم ايه؟ بيتمرجحوا. يبقى هنا في الفيرتيكال سسبنشن كويس هتلاقي الواد الهيد دروب انتيرور وعنده ذلك اللور ليم اند ابر ليم بيتهزوا تحت ايديه نتيجه الواد ايه؟ مرخرك خالص. يبقى انا هعرف الواد مرخرك ازاي؟ الواد نايم على ظهره وشده من ايديه حاول تقعده تقوم راسه راجعه لورا هداك شيل الواد حطه ونيمه على ايديك بطنه على ايديك ونيمه في البرون بوزيشن حتى عنده كيرف الباك مش كده بس نايم الولد صباين وضم رجليه على بعضيها في الفلكشن والاركشن وسيبهم هيحصل فرود ليك ايه؟ بوزيشن شيله من تحت باطه هتلاقي راسه بتتحدف لقدام بالاضافه كده اللور ليب سايبين خالص. في مشاكل عرفت ان الوقت ايه؟ فلوكي. لما الاقي الوقت فلوكي بقى افكر في ايه؟ افكر الولد عنده جنرالايز هاي كوتو هي بس حصلت ايه؟ وات ذا كوز اوف فلوبي بين. أسباب الفلوبي بين يا ولاد يا إما سنترال يا إما بريفرال. سنترال يا ليه يا بريفرال. معاهم ايه؟
هايبرتوني. الحاجة الثانية سيريبرال بولسي سي بي اللي معاه هايبوتونيا مين؟ الاتوليك اتوليك ومين؟ والاتاكسيك الاتوليك ومين؟ والاتاكسيك لان احنا قلنا السيريبرال بيعمل ديفريشن نقص الدور لما السيريبرال بيتضرب يبقى عندها هايبوتونيا وهايبرتريكس او زاوت بيجنس اور باراليسيس. طيب في سبب اخر اذر سيندرومز اذر سيندرومز في سيندروم خدناه في الريكس اسمها لوي سيندروم لان قلنا فيها الواد عنده اوكيرو كاتراكت وجلوكوما سيريبرو ميتال ريتارديشن وسيفير هايبوتونيا رينال فانتوم لوي سيندروم في التيوبولار ريكس. والله العظيم خدناها حصل. طيب يا اما برادر فيلي سيندروم او برادر ويلي سيندروم هناخدها في دايابيتس المرة اللي جاية ان شاء الله. تمام ولا انتوا عايزين حاجة تانية اندوكراين؟ اندوكراين ولا حاجة اندوكراين؟ حلو. ناس قلتوا جيست قالوا جيست اختيروا في البطنة خلي شوية حتى ما ننساه حتى ما ننساه في البطنة. على اول سنتر كوز مع سيدي جنرالايز ايه هايبرال بقى البريفرال بقى خلاص كل الحاجات اللي بتعمل لور موتور نيورون سواء انتيرور هورني سيل سواء بريفرال نيرف مايو نيورال جانكشن او ماسل ديزيز كل الحاجات بتاع اللور موتور انتيرو هورن سيل بريفرال نيرف مايو نيورال جانكشن و الماسل ديزيز انتيرو هورن سيل اكسنسيف بوليومايلايتس الفيرتيكو هوفمان ديزيز مكتوب عندكم منينجو مايو سيل. تمام واحد عنده ترانسفيرس فايلز ده كلام ده هنقول ان شاء الله المره الجايه في الحاجات الثانيه. فاحنا بريفرال نيرف كل اسباب البريفرال نيرفس اللي هي الاهميه من عليه اوركوز سوبريفرال نيرفس. سبحان الله البريفرال نيرفس اشاره كويس بريه وما كتبش اسباب البريفرال نيرفس وجاي هنا كاتب كلمتين عن البريفرال نيرفس حتى عدم ما اعرفش في ايه. المهم اوركوز سوبريفرال ايه؟ نيوروكسي ماي نيورال جانكشن ماي سي ادي لك كوتيوليز مش حبايبي برجر بوسكس دوتوكس بولس تيك اور فارس كل ماي نيورال جانكشن المحصل كل الحاجات اللي بتعمل ايه؟ مايوكسي في مشاكل في مشاكل طيب ابروتش تو دايجنوزس عشان نمشي ايه الابروتش تو دايجنوزس الناس يا ترى سنترال ولا بريفرال؟ السنترال ولا بريفرال هيبدا يلفت نظري اول حاجه النورمال فيشن النورمال فيشن يا ترى الواد عنده النورمال فيشن ولا لو في عندي ابنورمال فيشن بفكر في كروموسومال كروموسومال ده سنتر ولا بريفرال؟ سنتر ولا بريفرال؟ سنتر يبقى هلاقيها بوزيتيف في السنتر نيجاتيف في البريفرال. طب الحاجه الثانيه لو الولد بيتشنج البريفرال كوزز بيشنجوا خالص السنترال كوزز ممكن الاقي فيه كونفالشنز مينتال ريتارديشن البريفرال كوزز معاه مينتال ريتارديشن لا السنترال معاه هنا في مينتال ريتارديشن هنا ما فيش. طيب دي
التاريخ نفسه. الديبل ناسيس السنترال كوزس يا نورمال يا اما اكساجيريتد اكونيك سي بي يا نورمال يا اما اكساجيريت زي مين الاكونيك سي بي لكن في اللور موتور هيفرن كلهم عندهم هايبو ايه هايبو ريفلكسي. طيب ماسل ويستنج ماسل ويستنج هيبقى موجود في السنترال؟ لا مش موجود في السنترال لكن الماسل ويستنج موجود فين؟ في البريفرال. بعد الماسل ويستنج فاسيكوليشن موجود في السنترال؟ موجود في البريفرال. الناس اللي عندهم يقولوا دي شدة ايه؟ ديزيز. الكلام واضح؟ مفهوم كده؟ طبعا لو سب كونشس موجود في السنترال مش موجود فين؟ في البريفرال. سنة تانية يبقى ازاي افرق ما بين سنترال وايه؟ والبريفرال في مشاكل؟ طيب بعد كده السنترال كوزز نفرقهم ازاي من بعض؟ اللي هو الجدول الثاني. البريفرال سهل لان احنا اخدنا اللور موتور. مكتوب عندكم في الورق الآتي، أنا جاي للتنبيه الأول. نرجو التنويه عن أنه يوجد تطعيم للهيباتيتس بي لمن لم يحصل على بالنسبة له خلاص. إزاي سنترال كوز بيفرقوا مع بعض؟ مكتوب عندكم صفحة ثانية. فكر بقى. واحد عنده سنترال كوز. أول حاجة بص عنده أبنورمال بيشنز ولا لا؟ لو في أبنورمال بيشنز يبقى ده إيه؟ بلاقي كروموسوم. طيب ما لقيتش ابنورمال بيجز ابدا بص على الكورس اسال الام الوضع اختاروا ايه من ساعه ما اتولد لحد النهارده. الحاله بتزيد افكر في اذر سندرومز زي البرادر بيري اولي واللوي سندروم. لا الحاله زي ما هي يا دكتور لا بتزيد ولا بتخف ولا هتطلع اي حاجه يبقى ده ايه؟ ده ايه ستاتيك او ستيشنري سيريبرال بولس. انا عندي كام معنى سي بي؟ اربعه. اللي هنا اثنين يا ادونيك ده تاكسي. لقيت معايا في البوزيشن بتاع التاكسي هيبقى لها تاكسي تايب. لقيت اكسجريت كتير في الدور التاكسي يبقى لها ايه؟ ادونيك تايب. فاضل سبع دقايق. causes of inability causes of increased intracranial pressure هو intracranial hypertension ده هو بيتنج سهل. ايه الحاجات اللي بتزود intracranial pressure؟ الحاجات اللي بتزود intracranial pressure ثلاث حاجات اساسيه كرينيو ستيلز اللي هو بيه مكتوب خروج على مين؟ للسوشي. سوليو تيومر سيريفراي ودي خدناها فين؟ عدو الكفرس. سبيس اوكيوباين ريجن يعني واحد عنده تيومر واحد عنده سيست واحد عنده تيوبركلوما واحد عنده ابسس واحد عنده هيماتوما اي سبيس اوكيوباين ريجن. صفحه كام عشان ماشي سبيس اوكيوباين ريجن بنزود عليهم بقى هايبر تنسيف انفيكالوراسي بنزود عليهم سي ان اس ايه انفكشن. يبقى هنا هايبر تنسيف انفيكالوراسي وسي ان اس انفكشن مع سبيس اوكيوباين ريجن مع سوبر تيومر سبرايد مع كرينيو ستينوزس. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.